أحب رائحة نيويورك عام 1886. ولم أقل هذا فقط لتعرفوا المكان والزمان. أهلا سيدتي. أهلا. ماذا؟ هل أعجبتك ميسيو؟ أوه، فرنسا. ألا يجب أن تكون في فرنسا؟ لقد قررت أن آتي إلى هنا وأعطي صديقي أمريكا هدية. هدية؟ أيعقل أن؟ صنعتها لأذكرك أنك أصبحت رمزاً للحرية. لقد أبهرتني عندما حاربنا البريطانيين في الثورة الأمريكية. أمريكا، أين تذهب؟ اخرجوا وواجهوني أيها الجبناء. أمريكا، ما بك؟ لما تشعر بهذه الغيبة؟ أحب رائحة القرن العشرين قبل الميلاد في طروادة. هاي، ماذا تفعل هنا؟ هاي، لقد سئمنا الحرب معكم. هذا الحصان هدية منا لكم كعربوني صداقة. هذا مريب، لكن جميل، سنأخذه. شكراً. هؤلاء اليونانيون ظرفاء للغاية. أنت تعلم أن طروادة واليونان كانوا أعداء، لكننا حلفاء أيها الأحمق. عذرا فرنسا، لقد تخيلت أن هناك جنودا في التمثال. إذن متى سنبدأ الهجوم؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى لا يفوتك الشيء يا صديقي. تحياتي مستر سفيريكال.